احنا كده خلصنا الوركشوب وقدرنا مع بعض كده ستيب باي ستيب نقدر نعمل موديل للمبنى ده وقدرنا كمان نعمل حصر ونعمل وركينج دروينجز خلصناش طبعا الوركينج دروينجز لكن عرفنا المبادئ الاساسيه او التولز اللي احنا هنحتاج نستعملها عشان نخلص الوركينج دروينجز بتاعه الفايل البي اي ام اتمنى تكونوا استفدتوا من الوركشوب واستنوا التوتوريالز اللي بعد كده